التعادل مع اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. تمام. على فكره النهارده انتهت كل مباريات الفرق المصريه في الجوله الثانيه، الزمالك تعادل مع انيمبا ناجير 2-2، وبيراميدز تعادل مع دجوليبا المالي بدون اهداف، والمصري بعد ما كان متقدم وحتى اللحظه الاخيره من المباراه مع بلاك بولز الموزمبيقي لكنه فرط في فوز وتقدم وتعادل 1-1، يعني ما حدش احسن من حد، كل تعادل، والاهلي كان بداها بالتعادل بدون اهداف. خلينا في نادينا النادي الاهلي، شفت المباراه ازاي؟ شفت التعادل ازاي؟ يعني انا شفتها بعيني كمدرب، يعني المباريات دي لما بتقام في الاجواء دي ما حدش بيحس بيها الا اللاعب والمدرب. ليه؟ لانه لما نتكلم على درجه حراره عاليه، لما نتكلم على نسبه رطوبه عاليه، دي مش اعذار. نعم. انت لاعب مريت بالفتره دي وانا لاعب ومدرب مريت فيها، بتبقى عملية قاسية جدا على اللاعب. نعم. يكفي ان انا اقول انه كل اجهزة اللاعب الحيوية بتتأثر بدرجة الرطوبة ودرجة الحرارة، فتجد انه نبضات قلبه مختلفة، التركيز بتاعه مختلف، اللياقة البدنية عنده بتبقى فيها هبوط. السبب انه الجسم بيبقى في حاجة الى الاكسجين، وبالتالي نظرة الأكسجين أو قلة الأكسجين بتخلي الجسم ياخد صحيح الأكسجين ده من كرات الدم الحمراء بتاعته. نعم. اللي بتتكسر عشان تطلع الأكسجين لبقية الأجهزة الحيوية في الجسم. خلينا أقول للناس بس خبر أنه توج بوتافوجو الآن ببطولة الدوري البرازيلي لأول مرة من 29 سنة بعد ما فاز على ساو باولو 2-1 وهزيمة منافسه المباشر بالميراس، والاثنين مع الأهلي، واحد في كاس التحدي كمان كام يوم، واحد في كاس العالم للانديه، عشان تعرفوا بس مدى الصعوبه. 29 سنه بطوله الدوري غائبه عن بوتافوجو، واحنا شفنا الحقيقه نهائي بطوله امريكا الجنوبيه وكان عامل ازاي الحقيقه مع اتلتيكو مينيرو ب 10 لعيبه بعد 30 ثانيه فقط لغيره، ويفوز 3، سجل هدف في الوقت بدل الضائع كمان، دليل اللياقه والشراسه والقوه، والان بيفوز بالدوري قبل نهايته باسبوعين ليؤكد انه فريق صعب المراسي يا كابتن محسن. معلش خرجنا بره الموضوع. لا مش مشكله، نكمل انه تكسير كرات الدم الحمراء بيؤدي الى 1 2 3 4. نعم. وبالتالي اللاعب ما بيقدرش يبذل نفس الجهد. ده صحيح. التركيز بتاعه بيبقى مش زي المعهود، قراراته في ارض الملعب بتبقى سيئه، وبالتالي يعني احنا كمدربين عندنا مشكلة في اللعب في البلاد اللي هي فيها المشاكل بتاعت قلة الأكسجين. نعم. ودرجة الحرارة. سألنا الخبراء قالوا أحسن حاجة عشان تحافظ على كرة الدم الحمراء وما تتكسرش إنك أنت يا تروح قبل المباراة بعشرة أيام. نعم. تعمل التأقلم، يا تروح قبل المباراة مباشرة بيوم. يقوم ما يلحقش كرات الدم الحمراء تتكسر واللعيب يبقى محتفظ ببعض من الطاقه. طبعا انك انت تروح قبلها ب 10 ايام عمليه مستحيل. طبعا مستحيله، لان عندك الدوري هناك تكمل الدوري بتاعك هناك في جنوب افريقيا. نعم. وبالتالي فبتروح بقى بطياره خاصه وتروح قبل المباراه بيوم، بس ما تقدرش تروح قبلها بيوم، بتروح قبلها بيومين لان المشوار برضه صعب وطويل. اكيد يعني. طبعا اكيد طبعا. نعم. وبالتالي فيعني هذا يكفي عذرا. نعم. ان النادي الاهلي لم يحقق الفوز، لكن احنا لاحظنا النادي الاهلي في الشوط الثاني او في النصف الثاني من الشوط الثاني انه كان اقرب الى الفوز كثيرا وسيطر على المباراه واتيحت له فرص. طيب ليه الفرص دي جت دلوقتي؟ نعم. ليه انه ما عملش الفرص دي في اول المباراه؟ عمل تغييرات، نزول الشحات، عمل نوع من الانتعاشه. أيوه. في صفوف الفريق وكاد ان يسجل. اللعيبه بتبقى اكثر حرص على انها تنهي المباراه، فبيجي لها النفس الثاني. نعم. في الجزء الاخير من المباراه بتبذل جهد اكبر. لا تنسى انه الفريق المنافس من اول مباراه عارف هو بيلعب مين. نعم. يعني انا لاحظت انه الفريق اورلاندو ما طلعش من بره السنتر الا مره او مرتين، وكل لعبه زون ديفنس وعلى حذر. الانديه دي بتلعب على اسم النادي الاهلي. صح. وعلى سمعه النادي الاهلي، عشان كده يعني انا عايز اقول نصيحه. أيوة. او ليا طلب عند الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي، ان احنا عايزين المرحله اللي جايه بعد ما وصلنا الى ما نحن فيه الان. نعم. ان احنا نفكر في تغيير المفاهيم. ليه؟
اكيد انت عارف يا كابتن احمد ومريت بالتجارب دي، انه في عقيدة عندنا عند اللاعبين وعند المدربين المصريين انه التعادل بره مكسب. ايوه. انه احنا عايزين نتيجه ايجابيه، طب النتيجه الايجابيه هي ايه؟ يقول لك ان احنا ما نخسرش. أيوة. طب ما ممكن تكون النتيجه الايجابيه هي ان احنا نفوز، تبقى اكثر. نعم. ايجابيه. وحصل السنه اللي فاتت واللي قبلها، وكنت يعني كنت طالب هذا المكسب. انا فاكر مثلا في سنه موسيماني كان لازم نكسب فيتا كلاب في الكونغو، وكنا موقفنا متازم جدا، كسبنا 3. الموسم اللي فات كان لازم نكسب مدياما في مدياما، كسبنا مدياما. كان لازم في عدد من المباريات لازم الفريق الكاميروني، هفتكر لحضرتك القطن اظن الكاميروني، وكسبنا 4. فبقى خلاص الفكره ده اتغير يا كابتن محسن. لازم يتغير. نعم. لكن يعني ما زال موجود، لابد صحيح. ان احنا نغيره. نعم. انا اذكر بهذه المناسبه واقعه مباراه منتخب مصر مع اوغندا في اوغندا. فالفريق يعني انا مبدئي او قناعاتي الشخصيه. انت معاك الكوره يعني بتهاجم. أيوه. انت معاكش الكوره يعني بتدافع. أيوه. انت معاكش الكوره بتدافع يعني انت كسبان وبتقتل الوقت. نعم. لكن ما يبقاش انت معاك الكوره ومتعادل وتقتل الوقت، يبقى انت ما انتش عايز تكسب. نعم. وبالتالي فكنا بنلعب مباراه يعني فيها تطبيق لهذه النظريه، توازن. طول ما معانا الكوره نهاجم. فكنا بنهاجم وبنوصل على حدود منطقه ال 18. يعني محتاجه 1-2 او تمريره او شوطه جول وتخلص. نعم. المباراه الاقي اللاعبين يروحوا مرجعين الكوره تاني. واستحواذ ورجوع لنص الملعب. وتمريرات عرضيه وبعدين نوصل تاني. وبعدين نرجع تاني الى ان الحكم اطلق صفاره التعادل للمباراه. فلقيت اللعيبه بيبصوا بعض وجايين بيهنوني. فانا مندهش يعني، قاعد ببص وحزين يعني. فبيقولوا لي يا كابتن انت مش فرحان؟ قلت لهم فرحان على ايه؟ قالوا لي على التعادل. قلت لهم طب ما كان ممكن اكسب ابقى فرحان اكتر. طبعا. قالوا يا كابتن ده احنا بقى لنا 20 سنه بنلعب كده. عقيده. فعرفت ان دي عقيده لابد. نعم. ان تتغير عند. نعم. اللعيبه. يعني انا في شغلي غيرت بعض. نعم. الشيء منها. لكن ما زالت موجوده. وما زالت موجوده وشفناها امبارح انه النادي الاهلي كان ممكن رغم الظروف الجويه المحيطه بالمباراه كان من الممكن انه ينهي المباراه. عايز اقول بقى يعني حاجه من حقنا ان احنا نقولها يا كابتن احمد. نعم. يعني احنا عملنا كل الحاجات المطلوبه، حققنا كل البطولات المطلوبه. نعم. وصلنا لنهائيات كل البطولات العالميه. نعم. لازم مستوانا يطلع بقى. ايوه. ما نفضلش نلعب بنفس العقيده. نعم. ان انا عايز اتعادل عشان ابقى مستحوذ. لابد انه نتخطى هذا المستوى. طب نتخطاه ازاي؟ نعم. بالشغل على العقول. اللاعبين، ان احنا نزرع دوافع جديده، افكار جديده، يعني عايز اقول يعني مكافآت جديده. نعم. لكن الاهم انه التدعيم، لابد انك انت تدعم الفريق بتاعك. نعم. بلاعبين عشان ترتقي للمستوى اللي انت رايحه. انت يعني ايه؟